الشقريه اينما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا ديال اليوم كيخص مباراه اياب فريق الوداد البيضاوي والاهلي المصري برسم منافسه عصبه الابطال الافريقيه. اليوم نزلنا للشارع باش نسولوا بعض المواطنين كيفاش كيشوفوا هذه المقابله وشنو هي التوقعات ديالهم. بقوا معنا باش تشوفوا الاجوبه. بالنسبه ليا انا كنظن ان الوداد ان شاء الله غتربح، عنده فرقه زوينه وعندهم لعابه في مستوى، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كاين مثل الراية ديال البلاد ونتمنى لهم التوفيق يا رب. كنتوقع بان الوداد غيقدموا مقابله كبيره، وكنظن الوداد غينتصر في هذا الماتش نظرا للامكانيات اللي عند الوداد والتركيبه البشريه اللي عندهم. صراحه الوداد فرقه هذا العام ديال العصبه صراحه، مدرب ولاعبين كبار، نتمنى انهم يحققوا هذا المبزغ ديال الجمهور اللي صراحه شحال مفرح ويجيبوا لنا هذه العصبه. كنظن بان تقدر الوداد تربح، يعني عندها واحد موتيفاسيون باش تربح هذا الماتش ديالها اكثر من الاهلي، خصوصا بان الاهلي خاسر واحد تقريبا كنظن جوج الماتشات الاخرين ديالها في الشامبيونز ليغ خسرات. انا رجاوي وكنتمناو ان شاء الله الاهلي تربح. بغينا الاهلي ما بغيناش الوداد، هما راه كنكون لاعبين اسرائيل غيشجعوا الفرقه ديال اسرائيل. تربح الوداد هي ان شاء الله غتربح، هادشي عند اللعابه مزيانين. فهي من ناحيه كاع اللعابه مزيانين كيلعبوا مزيان. كنظن بالله كل المقومات كتصب بمصلحه الوداد بحكم عامل الارض والجمهور، وعندهم مدرب اللي هو محنك اللي معروف بالتكتيك ديالو السيد طوشاك، واكيد ان الوداد البيضاوي غادي يقدم مقابله جميله وغتكون اهداف في المقابله. ضروري ان شاء الله غتربح الوداد، حاجه باينه هادي، حتلعبنا احسن منهم في الالي، ان شاء الله في الروتور يكون خير، شي هدف الهزوز ان شاء الله. تقدر تربح الا كانوا مستعدين للمقابله، الا كانوا مستعدين للمقابله بالدفاع والهجوم ووسط الميدان تقدر تربح. اذا المشاهدين كيف ما شفتوا معنا الاجوبه، فالكل قال على انهما فريق الوداد البيضاوي قادر لانه يخلق نتيجه ايجابيه بكونه كيتوفر على عناصر بشريه جيده. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.